and we can't establish a secular government which doesn't respect. طبعا نحن لم نتحدث عن موضوع الاحتلال، كنا نتحدث عن موضوع الحرب ورفضنا الحرب، ولا زلنا ايضا نعتقد بان الحرب كانت خطا كبير جدا ادى الى هذا النوع من الدمار في بالنسبه للعراق والى هذا الفراغ السياسي وهذه الحيره الموجوده الان في العالم كله، وحتى الولايات المتحده الامريكيه الان تشعر بحيره تجاه نتائج هذه الحرب. هذا هو تشخيصنا في السابق. فيما يتعلق بموضوع المقاومه، نحن قلنا بان سوف نقاوم سياسيا هذه الحاله، ولا بد من ايجاد حكومه وطنيه عراقية تملأ الفراغ السياسي، وبدون ذلك فسوف يحدث انفجار اجتماعي إذا صح التعبير. دعونا وندعو إلى قيام دولة إسلامية بطبيعة الحال، لأن نحن إسلاميون، ولكن في الوقت نفسه اجتمعنا مع المعارضة العراقية واتفقنا على قيام حكم ديمقراطي يحترم الإسلام دينا وقيما وشريعة، وهذا نظام لا هو إسلامي بالمعنى المصطلح من الأنظمة الإسلامية ولا هو علماني. قوات بدر كما قلت كانت تحمل السلاح في مواجهة النظام السابق، أما الآن فكما ذكرت لها دوران، دور الأول هو دور حفظ الأمن، فإذا اقتضى حفظ الأمن أن تحمل السلاح من أجل محافظة على الأمن وأن تكون جزءاً حقيقياً من القوات المسلحة للعراق فسوف تقوم بذلك، وكذلك أيضاً لها دور في عملية بناء العراق، حيث أن العراق كما قلت يحتاج إلى بناء على المستوى المادي وعلى المستوى المعنوي، ويمكن لقوات بدر بما تملك من تخصصات، الكثير منها تخصصات ذات طابع مدني وليس طابع عسكري، يمكن ان تقوم ايضا بهذه المهمه. Of course, looking to Iraq as a special case. جميل جدا.